هاك سعيد ايها المثلي اللعين. شنو هذا؟ شوفوني. لا شنو بيني وبينك؟ شنو داير لك؟ شنو فاعل لك؟ ايوا وي بدون طالت مقدمات ليتس جو. بسم الله. ياو ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم قررت انني ندير واحد التغيير، حيدو من ديك الروتين تاع الرياكس نعاود ثاني، تسناو بما ثاني شي واحد لاح ونشقموه. مهم غادي ندير لكم فيديو كيف ما وعدتكم على بيس اللي ولات حاليا سميتها دابا فوتبول 2024. اوكي غادي نقصروها ونشوفو عاوتاني شنو عندنا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، غادي يكون بزاف ديال التحديات، واحد الباك تفتيح باكاجات لعيبات. خليكم مع الفيديو بلا ما نزيد نطول عليكم، ليتس جو. اوكي كيف ما كتشوفوا عندنا واحد الفتحه ديال الباك لي فابور، غادي نديروها ولكن ماشي دابا، حتى لاخر هذا الفيديو خليكم معايا ما تخرجوش. المهم كانوا كيعطيو هذه بالنسبه زعما كاين ديك الكريسماس ديالهم، كيعطيو الكادو هنا. ديجا انا حيت ما كنتش كنريكورديها قبل، يلا طاحت ليا الفكره انني نبقى ريكوردي فيديوهات على بي اس، نديرو شويه الدومين تاع الجيمين تا هو. المهم خليت كاع هاد اللعابه كما كتشوفوا بقاو جوج، اكوادورادو وباستوني. دابا باستوني هو اللي بغيت، اكوادورادو ما عندي ما ندير به. ديجا حتى الاخرين راه ما نلعب فيهم شي واحد الاخرين، نلعبها هيرنانديز بوحدو. انا وريكم التشكيله ديالي الاساسيه اللي كنقصر بها. طبيعة الحال راك ديجا كندير شي تحديات غير هكا مع دراري صحابي، داكشي علاش دابا كتشوفوا قدامكم تشكيله الارجنتين. وبالنسبه للايكيبات اللي عندي ديجا مقيتها من الخطه، البارسا هي اللي عزيز عليا كنقصر بها الاغلبيه بزاف كما كتشوفوا هنا، كلشي بارسا. اوكي بالنسبه للخطه الاساسيه اللي قلت لكم ما عرفتش كتب عليها برازيل لوح. المهم الخطه الاساسيه هي هذا، هو تيو هرنانديز كيوصل في السرعه ديالو 93، يمكن نشوف 93 سبيد اكسلريشن، هذه انطلاقه 90. كاين باور الضربه ديال الرجل عنده 91، يعني كيضرب دغيا كيضرب بجد. بالنسبه للستامينا هي الشطه اللي كتبقى يعني ما كيعياش في التيران دغيا كيبقى شاد معاك. اوكي غادي نلعبوا واحد الحدث اللي كيعطاو بيس ديال 50 كوينز كتربح على حسب التحدي اللي عطاو. كما كتشوفوا هنا بحال هذا، هنا الدوري الاسباني قال لك خصك الدوري الاسباني تلعب بشي تشكيله بحال هكاك، وكيعطوك ماشي لعبه اعاره الا ما كانش عندك انت شي تشكيله باش كتربح 50 كوينز. هذا ديجا كنا درناه. بالنسبه لهذا هو الحدث، حيت كل خميس واثنين كيديروا ميزاجور جديد، يعني الخميس داز هادو الميزاجور تاع الخميس كيعطيو عاوتاني واحد الفتحه هنايا. حيت بمناسبه دابا هاد راس العام ما حطوش احداث بزاف، نورمالمون كان خصهم يحطو في راس العام، كلشي كان كيتسنى ساعه ومايا داروا العكس تاع داكشي. المهم غادي نربح معاكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا 50 كوينز، ونلعبوا ماتش اونلاين وغتشوفو كيفاش البلان. دابا هنا عاطينك انك دير تشكيله كامله من ماشي دوله، بحال مثلا نقدر نبدل انا سبين، نقدر ندير مثلا ارجنتين، انا ندير ارجنتين، ندير كونتيني، غنشوف شكون غادي يخرجوا لي. هما كيعطيو لعابه اعاره، كيفاش كتدخل كتشوف الا كان عندك داك اللعاب، يعني بلا ما تحتاج انك تدخل الاعاره دخل اللعاب اللي عندك انت. بحال انا دابا عندي ميسي هنايا، هاد ميسي النسخ ديالو حتى هو كانوا حاطينو صراحة نسخ ناضي نطحت فيها ديال الزهر، ما عرفتش كيفاش ميسي الصغير. ممكن نحولو هذا هنا غنشوفو شكون الأرجنتينيين اللي عندي، كيعطوك لعابة إعارة باش يكملو لك التحدي. مولينا كيلعب تما كاين هذا نتا قصص. أوكي نديرو هذا هنا، دي ماريا كاين صافي يحل لنا المشكل. نايس كرناتشو كاين، ألفاريز. المهم غادي نخلي هاد ميسي، هاد النسخة زوينة. ديجا عندي بزاف النسخ تاع ميسي، غير هو هاد النسخة هادي اللي زوينة. أنا نوريكم النسخ الأخرين. عندي هادي كنت شريتها في واحد الباك تاع 1500 كوينز، دابا نوريها لكم. كاينه هادي نسخة الفابور حامضين صراحة باس لي ما فيهم ميتشاف صافي. كاينه هادي اللي عطاوك اعادة انتر ميامي العادية، وهادي هي اخر نسخة دابا جاتني في ميسي حاليا. الله اعلم واش هاد الفيديو هذا غيكون فيه شي ميسي ولا لا. اوكي دابا غادي نقصرو ماتش اونلاين ليتس جو. اوكي لقينا الخصم ديالنا، نشوفو الايكيب ديالو. لعب ليا بالسبليون مرحلة جد، ودخلنا أدوار الصعيد.
يا سمي ليش السونتر هذا كيتسمى وكي ما صدقش الله من اجل خلق الاجواء المثاليه ملي مباراه كبيره نادي اما نادي اتق هو توميندي وي 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 الحمد لله خلينا نشوف سونجون كاين شي واحد استبدال شي لعيبه هذه بلانك دي وا واش ندير ندخل نتيجة انا دي بال عندي بال هنا اخ ندخل هذا واخا ما عديتش مع سميت كوريا انزو انزو نادي على هذا كل لاعب مليار او لاعب على مليار اصلا سير سير وعلى الباس عطاه والصالح يستاهل عرفتي له من قبيلة هو كي ضغط عليه يستاهل الصالح نشوف قليس السونتر يصدق قولوا دير اضرب على الميليو باش ما ندوش قليس السونتر فهمتي بقى ها شوف ما باسيت كيش قمني عنده الميليو عامر ميليو عدو عامر وزاد بيت كان شوفو اش كدير انا كدير سباليون غادي نخليها سباليون اخو نيفي سبين كونجين لا سباليون كنربح بيها عندي فيها ايكيب زوينة كلشي هو هداك نمشي دابا اسينسيو قصر هنا سير على الله نخليو انيس تا تما ليتكو وبزز باش لقينا خصم 2963 انا فايتو اوكي على الاقل انا فايتو في نقاط القوة ديال الفريق سير باش لاعب هو فرنسا الله اكبر لاعب فرنسا بخ ما عندوش ايكيب كاملة زعما لعب عاديين اغلبيه دو عطاهم لي هو داكشي اللي عنده راه هو داك لعب اسبوع كومان وهرنانديز سي ليسكو شوفوا اسبانيا اشنو غادير يلا سيمبابي هذا حاس بيه كي باسي دغيا لاعب مخلوع راموس نار الله لباس طب باس زوين كيما تيلاهاش جماعة كيصفق المحاول هز مشي اقلبني ورجع عندي لا صليبة اسحبني صليبة هادي راموس شوي عليك سير تا أكل سعيد أيها المثلي اللعين شنو هذا؟ شوفوني لا شنو بيني وبينك شنو داير لك شنو فعل لك؟ أيوا ويلي 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 الله عنده أكروباتيك فينيش يا كنت باك هاد البيت سباس من فوق هادي مشي تحت نادي 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 فو عطلت بزاف خصني باس نادي ماتشات نادي ماتشات اجمي واحد سيزو واش قلت سيزو ناري بزاف لا ادريان
الله 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 عليك إنيستا الشليحة ديالنا عز برافو برافو إنيستا كي نستقع خويا غتكون بيض اش كيقولوا لي نسيت غنشوف فاتي سقع رجوع ناري 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 خونا على كيكين باور عطاه شوية خلى الإعادة نوريك شوف عرفتي شوية اوكي نشوف هاديك خونا الريالي بلاصة موراتا ناضي سير تفو زربش وصحابني كنت خليت الكرة عندي شوي نادي راموس سير على يشدو الفاس خوسيلو يلا ايوا ايوا واو تنزيدو بيتين تنزرب عليه دابا ما حدو باقي خونا مخلوع تنزرب عليه دابا يلا ولا بويو لاش كدير بويو ناني 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 خليه هذا بوحدو ناضي ناضي فير ناضي اوف اعتقني سير بيل ويلي 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 وعلى بيت انا ولا يكون في الاعاده في الريكورد في الهايلايت واو خرج الجول انا براسي واو بيدري نادي ها زيد الى حي البركات ايوا اي اي صح سيرا سيرا فيرنر شاس صفر صفر عافي حيد العز سخونة سخونة كيدير الله يتلعب معايا توا كاين كاين توا اللي كنتي كتشوف راسك في الفيديو كاين نشوف هذا السمية كاتب السمية ضربة احتفال في العالم بعد ما قدموه من جهد ومستوى عالي في مباراة كان البيت حمقني كانت والبيت وحمقوا لي البيت هربوا لي هذاك البيت اصاحبي شو شو ولات وهنا خرج الجول الغلط اللي دار هو انه خرج الجول ما كانش خصو يخرجوا بزاف خرجوه هو التصعيد واصحاب اللي زعما غادي ننقلها ملي خرج الجول صحاب اللي غيزر لاين غننقلها شو كيعلقوا بيدري حتى هو ايوا كما كتشوفوا حنا ربحنا 50 بوينت هاي ديفيزيون شوفوا شحال واصل لهنا ديجا كتواصل لجوج دابا تعاودت من الزيرو عاوتاني عطاونا كادوات ديالها اوكي ديفيزيون 5 وكاينه ماي ليك هادي الدوريات انا عازل الدوري الاسباني هما جاو لعابه جداد زعما نشوفوا شكون حطوا هنا لعابه الاعاره كبار التخريج شو تايم اي كي هايلايت اوتومان مودريتش النسخه مودريتش زوين صراحه غادي نقصر هذا الماتش ديال الفتح المجانيه باش ما نطولش لكم فيديو بزاف المهم غنقصر هذا الماتش وغنربح هذا الباك وغنديروا نهايه هذا الفيديو تفتيح باك ازاج ونشوفوا الزهر ديالنا اشنو فيه ليتس جو ايوا خوت هاني رجعت لكم المهم ديجا ربحت ديك الباك كما قلت لكم ها هو وكنديروا كريم لكل شيء دابا غنمشيو نشوفو زهرنا واش غادي يكون زوين ولا لا بسم الله غادي نديرو اول حاجه الفتحه المجانيه ديال باك الكريسماس نشوف باستوني واش غادي يجي ولا لا انا بغيت هاد اللعاب هذا صافي اما كوادرادو ماشي مشكله اوكي ليتس جو ليتو الصوت اوكي شوفو الدواو دو خضر الوسط الوان اوكي شكون هذا
باستوني العز نايس، بداية زوينة صراحة، بداية زوينة نايس نايس، بطاقة الكريسماس زوين. اوكي اوكي دابا غنمشيو لهاد الباك اللي كلشي صراحة بدا كيدوي عليه، فهمتوا يعني كاين بزاف تلعبت الاسبوع بحكم ان بي اس ما كانش عندها الوقت فين غدير لنا شي باك الاسبوع يكونوا فيه غير 6 لعبه ولا 8 لعبه كيف ما متعودين. اعطتنا اللعبه اللي فاتوا من توب ديال اللعب الاسابيع كامله وجمعاتهم لينا في هذا الباك. صراحه ميسي في هذه النسخه هذه بالنسبه للعبه الاسبوعيه احسن نسخه خرجت البلاير اوف ذا ويك لميسي. هلا نتو احسن نسخه لي هو هذا. انا صراحه من بين هادشي كامل ما كانش عندي جوج حوايج، بغيت نجرب هاد ميسي هذا اللي كاين وديونغ ديونغ ميس مبابي ديجا عندي. هالاند ماشي مشكل واخا ما يجيش هاني، وانا ديونغ وميسي باش نورك على ميسي باش يمشي كيف ما درت الباستوني على هكا، ونديرو ديونغ على هكا ونشوفو النتيجه واش غتصدق ولا لا. اوكي بسم الله يا ربي ما يعطوناش شي لعاب عيان ان شاء الله بربي. كولي كان مهم مع ديونغ ولا ميسي سير. اوكي شنو شكون هذا؟ ما ندير لا سكيب لا والو كما تشوفوا قدامكم. شكون هذا؟ كاش غندير بعدا هذا؟ اول سنيس كاش غندير بعدا؟ غندير بيه ودي. ودابا اللحظة المنتظرة، عمركم تشوفو شي بارساوي كيشري باك ديال الباير، يعني بارساوي غادي ياخد نادي ديال الباير غيشريه كامل. هو أنا عندك باك باير، مدرب كيجي مع المدرب ديالو أوف كورس، المدرب توخيل كيزيدك في باش نشوف على حسب اللعب ديالو هو، أوت وايد واقيلا عندو، غنشوف الديتاي من هنا، الديتاي كيزيدك نقطه في الفيزيكال يعني التحمل البدني فيزيكال كونتاكت، اسلوب اللعب ديالو اوت وايد يعني جناب اطراف واسعين. باش نشري البارسا حتى البارسا ديجا عندي كامله. الباير علاش بغيت ناخذها؟ بسبب لعاب واحد يعني هو صاني باك ميسي اللي كنت خديتو ديجا كنت شريتو، ها هما جا اللعاب هادو كاملين في باك الارجنتين وجو وحدين من جنسيات اخرين وحكيمي حتى هو بدون طرد مقدمات. Let's go. بسم الله نوريكم اللعاب كيفاش كيخرجوا. ها هو اف سي باير ميونشن، كلشي خارج هنا. بوميكانو، هاري كين، الجرافيك ديالهم زوين صراحة. كيميش، لا كيميش حسن. ديفيس، ديفيز ديجا عندي اصلا، مزراوي ود البلاد سمي زيدو لي شويه اللحيه مزراوي صراحه. كومان تشوا ناضي من بين اجنحه لي زوينين في الباير. وكاين لعاب اللي على ودو شريت هذا الباك اللي هو لوروا ساني. اوكي اجيو تشوفوا معايا التطويره ديال ساني، نديرو ليفل ترينين كيوصل 94 ليفل ماكس. الغلط اللي كدرت الخوت هو انه المدرب ما كانش تيم بلاي ليست، يعني هو كيلعب اوت وايد، انا كدير لي هكا الاستحواذ حيت عندي زعما مولف كيلعب استحواذ وعنده استحواذ 65. هو شنو باش كيتميز دوخيل؟ عنده اللعب على الاطراف بزاف ماشي الاستحواذ، داكشي علاش الطاقه تاع الاكيب ما كانتش باينه ليا مزيان. دابا شو صاني شحال ولي عنده 96 في الريت، راه امكانو بامكانه انه يوصل 97 بحال كومان، ولكن انا كما قلت لكم قدرت لي تطويره خاصه صافي. ومن بعد ها النتيجه الاخيره كما كتشوفوا هنا، دريبل 92، بول كونترول 87، مساحه ضيقه تايت بوسون 84، عندو الكوفراج 91 يعني كيضرب مزيان، كور 93 تزاد مزال كثر، سبيد 97، اكسلريشن 93،
كيكين باور هي احسن حاجه كتعجبني في صاني 96، وديجا باركيت بكيكين باور خليتها لكم في الفيديو. نشوفكم في فيديو جاي، بيس أوت، تهلا في راسكم.